السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ثلاث أدوات أو ثلاث مواقع بيضيفوا قوة بالذكاء الاصطناعي للإكسل ولجوجل شيت. فلو أنت بتستخدم الجداول كتير، وتقريبا مفيش حد بيستغنى عن استخدام الجداول، لكن في بعض الحاجات بتبقى أدفانس شوية، محتاجة إن أنت تكتب كود أو محتاجة إن أنت تبقى حافظ معادلة معينة. لا، الكلام ده بقى زمان، دلوقتي من خلال الذكاء الاصطناعي تقدر بكل سهولة تقول له مثلا كانك بتكتب انجليزي انا عايز اعمل كذا كذا، فهو بيسهل لك الامور. عندنا موقع اسمه meto.ai او try meto.ai، ده بيخليك تعمل كود بايثون سهل جدا باستخدام الشات بوت، ان انت بتدردش مع الذكاء الاصطناعي فيبدأ ان هو يعمله لك بالشكل دوت. فالموضوع بقى سهل، بقى انت تكتب له وهو يبدأ يكتب لك الكود. طيب، الموقع الثاني روز، اللي هي الصفوف، ده بيجمع بين قوة جدول البيانات وعمليات التكامل المضمنة من تطبيقات العمل بتاعك. تمام، بتقدر تقول له ساين ان وتبدأ ان انت تعمل الجداول اللي انت عايزه. الموقع الثالث اركوايز، ده بأداة سهلة وبتسهل عليك شغل ان انت تتعامل مع جداول البيانات، وتوفر قدرة على التعامل مع بيانات كبيرة جدا، مليارات الصفوف، وتقدر تعمل نماذج بطريقه سهله جدا باستخدام الذكاء الاصطناعي. هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو، واتمنى تكون مفيده بالنسبه لكم ان شاء الله.